إسبانيول خطى في الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 27 من شأن إسبانيول وين ليناردو في الدقيقة 17 إيراك في الدقيقة 27 هدف ضد مرماه وليناردو وين سجل الهدف في الدقيقة 17 لصالح إسبانيول الإيراك وين الهدف ضد مرماه في الدقيقة 27 شأن هدفين في الشوط الأول لصالح إسبانيول يعني أمام خيطافي الجولة 27 وين كانت مباراة مباراة من كانت متكافئة 55-50% نسبة استحواذ شأن بيستاني مورينو اللي دخل بخطة 4-3-4-2-3-1 شأن كيكي المدرب تاع الخطافي اللي دخل بخطة 3-5-2-3-5-2 يعني وين شأن 299 تمريرة بالنسبة الخطافي إسبانيول 397 تمريرة يعني لصالح إسبانيول يعني كانت اللي نقولوا ديغو لوبيز في الحراسة تاع إسبانيول ليناردو يعني شأن ليناردو المسجل الهدف الأول شأن أوسكار أدريا فيناردو كايدي شأن بانجيل يعني توني شأن راول خافاير شأن دخول إيراك شأن نقولوا بلي وين دافيد من جانب خطافي ستيفان إيراك داكنوم يعني ماتيس خون أوسكار نيمالي يعني نقول لكم كيفاش وين كانت نقولوا بلي كانت المباراة رغم أن دخول ساندرو كمهاجم لكن بدون نقولوا بلي بدون جدوى يعني وين شأن كيفاش كانت السيطرة من جانب إسبانيول يعني في هذه المباراة أمام خطافي يعني نقولوا بلي خطافي اليوم وين ينهزم بالأداء والنتيجة يعني أداء وين إسبانيول وين قدمت أداء يعني أداء كبير أمام خطافي هذه الجولة 27 إسبانيول خطافي الدوري الإسباني الدرجة الأولى.